سالي اليوم بلان زوين وجديد، سورتو سورتو الناس اللي ما كيعرفوش الاطلس المتوسط، الناس اللي كيعرفوا غير ام ربيع وويوان واجلما. جبت لكم احسن بحيره تقدروا تصادفوها في الاطلس المتوسط اللي ما معروفاش بزاف واللي غايه في الجمال. وغنبداو مع الكيلومتراج. كيلومتراج لهاد البلاصه كيف كتشوفوا، اولا بعد هاد لابليكاسيون ويز بغيت نبارطاجيها معكم، ابليكاسيون لي زوينه اللي كتعطيك الطريق الاقرب، يعني فيها بزاف ديال لي تراجي ولكن هي دائما كتحدد لك الطريق الاقرب من المنطقه اللي بغيتي تمشي لها. اذا كيف كتشوفوا هنا من مكناس، يعني كتجي عبر طريق اداروش كتوصل حتى لامغاس. امغاس واحد الفيلاج صغيور في الدخله ديال امغاس، كيف كتشوفوا على اليسار كاينه واحد الطريقه صغيوره كتدخلوا معها وكتمشيو معها حتى كتلقاو هاد البحيره الرائعه. اولا اللي ما جاش من هاد الطريق، يعني كنقصد الطريق الاخرى الوطنيه رقم 8 اللي كدوز على مدينه ازرو، هاد الطريق هادي غادي تجيو مع ازرو كتوصلوا لواحد الفيلاج صغير حتى هو سميتو سيدي عدي. دونك هي كاينه من مورا سيدي عدي وقبل من واد افران. في سيدي عدي فاش كتفوت سيدي عدي واحد شويه كتبان لك واحد البلاكه على اليمن مكتوبه فيها بلاكه كبيره مكتوبه فيها بحيره امغاس. دونك غادي تدخل مع هذيك الطريقه الصغيره وغتلقى هاد الجنه الرائعه جدا. وفاش كنقول جنه سبحان الله، ما بين دوك الجبال اللي كلهم حجر كتلقاه ربي غرس في وسط هاد الجبال هادو واحد الجنه مليئه بالخضره مليئه بالاشجار مليئه بالمياه. صراحه سبحان الخالق المبدع. اذا كيف كتشوفوا هاد البحيره، اول حاجه بانت لكم هي السمكه. هادي بحيره للاصطياد اللي كيصيدوا فيها الناس لا تخويت، يعني سمكه ديال التروته. هاد المنطقه هادي الناس اللي مسؤولين عليها منظمينها محترمين جدا الفتره البيولوجيه ديال هاد السمكه، يعني ماشي غير غادي تجي وغادي تصيد، لا دايرين فتره في العام اللي كيفتحوا فيها الصيد وتقدر تصيد هاد السمكه الجميله المعروفه اللي الصيد ديالها كيكون صعيب شي شويه. هنايا دايرين هاد البحيره خصيصا. اذا كيف كتشوفوا هنايا هاد البحيره راه قاسمينها على جوج، دير المنطقة ديال الصيد هي اللي سدينها حاليا فاش مشينا دابا لقيناها سدينها، وكاينه هاد المنطقة هادي اللي مخليينها للزوار واللي جاو كيدخلوا كيجلسوا كيكتشفوا جمال المنطقة، جمال الخضرة اللي فيها والمياه الطبيعية اللي فيها. غادي نزيد شي شوية كنوريكم هاد الطريق، يعني هاد الطريق كامل مشينا جوسكو بو توصلنا لهنايا لقينا هنايا الفيرمات ديال الخوخ ديال المشماش صافي. ورجعنا انا فاش رجعنا بغيت نوريكم شوفوا الضفاف ديال هاد البحيره الرائعه. شوفوا الماء كيفاش كيبان والخضره اللي كاينه فيها حتى هي. غادي نزيد نهضر شويه فقط تعريفا للمنطقة وغادي نخليكم تكتشفوا الجمال بعينيكم، ونخليكم مع فيديوهات اللي صايبتها عن حب وعن عشق لهاد المنطقة اللي كنت غير دايزة واكتشفتها فجأة في قلب جبال الأطلس المتوسط. هاد المياه هادي كتحضن مجموعة ديال الأصناف بما فيها الطيور الأسماك، فيها أيضا السلاحف الطيور بالأشكال ديالها. صراحة شي حاجة توب 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 وزوينة غادي كوفغيغ، كنصحكم تجيو ليها غادي تعجبكم، وخاصة خاصة لو كالم اللي كان تمايا راه ما يمكنش واحد لو كالم كتحس براسك انعزلتي كل الانعزال على الناس على الضجيج والصخب ديال المدن، وكتجي كتكتشف واحد الكالم واحد الهدوء مجموع فيه اصوات ديال الماء خرير الماء وديال ديال اصوات العصافير ديال الشجر. صراحه داكشي رائع جدا. غادي نخليكم مع الطبيعه ونرجع نهضر معكم في واحد لابارتي واحده اخرى. Thank you.
كيف كتشوفوا ايضا كاينين بلاصات اللي تقدروا تجلسوا تاكلوا فيهم تقهوا فيهم نتوما والعائلات ديالكم، يعني منطقة موجود فيها كل شيء. ايضا شوفوا معايا تقدروا تشربوا من هاد الماء الطبيعي ديال هاد العين، هادي الرائع، ماء اللي جدا بارد وزوين بزاف. هذه البلاصه اللي كيسقيو منها الناس ديال المنطقه، يعني تقدروا تستمتعوا وتذوقوا هذه المياه الطبيعيه جميله ايضا. وهاد المنطقة اللي مطوقة كيف كتشوفوا، هذه هي البحيرة اللي فيها كيصيدوا واللي سدينها دابا. شوفوا معايا المساحة ديالها تبارك الله قدا قداش. اذا هذه هي المنطقة ديال العيش ديال لاترويد. ما شاء الله حاولت انني ما نعدل الفيديو بحتى شي فيلتر باش تبقى الجماليه ديال الالوان الطبيعيه كيف ما هي. شوفوا معايا الماء اخضر، طبيعه خضراء.